قد أظهرت أزمة فيروس كورونا مزيداً من العنصرية الإسرائيلية تجاه فلسطيني الخط الأخضر. وبحسب تقرير لصحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية بداية الشهر الجاري، فإن الجهات الإسرائيلية المختصة عملت على عزل العرب الفلسطينيين عن السكان اليهود في فنادق خصصت للحجر الصحي في مدينة القدس، الأمر الذي تنفيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ بداية أزمة كورونا فقد عكس تهميش الحكومة الإسرائيلية لاحتياجات البلدات العربية بالداخل الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره سياسة التمييز العنصري للاحتلال مع فلسطيني 48 في مختلف مناحي الحياة، وهو النهج الذي يعاني منه الفلسطينيون على مدار عقود، وتجلى خلال التعامل مع جائحة كورونا، حيث ركزت حكومة بنيامين نتنياهو جهودها ومواردها المالية الطبية والصحية للبلدات اليهودية سعياً للحد من انتشار الفيروس مع فرض التقييدات والإجراءات المشددة، مقابل تهميش المجتمع العربي فيما يتعلق بالفحوصات والإجراءات الوقائية. وللوقوف على انعكاسات كورونا على فلسطينيي الداخل، أرحب بالسيدة عناق مواسي الكاتبة والمستشارة في تطوير الصحة في مناطق الخط الأخضر من مدينة باقة الغربية. سيدة عناق، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. سيدة عناق، ما هي أبرز أعداد الإصابات بكورونا في الوسط العربي، وهل هي مرتفعة بالنسبة إلى مجمل عددهم في الدولة، وما هي دلالات هذه الأرقام؟ بالطبع جائحة كورونا حصدت أعداد كبيرة جدا في إسرائيل بشكل عام وفي المجتمع العربي أيضا في الفترة أو الحقبة الثانية. نتحدث عن ما يقارب في الموجة الثانية 22,588 حالة. منذ بداية أزمة كورونا تصدرت إسرائيل الرقم 42,665 حالة. المجتمع العربي حتى تقسيم لكل 100,000 عندنا هناك ارتفاع كبير في مدينة كسيفة في النقب، وعندنا أيضا في مدينة كفر قرع، اللد وباقة الغربية. هذه مدن مركزية كبيرة فيها أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا. سيدة عناق، يعني كثير من السياسيين من الفلسطينيين في الدولة تحدثوا عن عمليات الإقصاء والتهميش للبلديات العربية وأثر ذلك في انتشار الفيروس. هل ما زالت تعاني هذه البلديات، بلديات الفلسطينيين في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، هل ما زالت تعاني من مثل هذا التهميش، وما هو أثره على الفلسطينيين في الموجة الحالية التي تسمى الموجة الثانية للفيروس؟ دعنا نقول أن فيروس كورونا وهذه الأزمة بشكل عام عمقت الفجوات المجتمعية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في ذات الدولة. هذا يعني أيضا أن مفهوم التنور الصحي والوقاية لم يكن ظاهرا على السطح للتعامل مع أزمة طارئة، بمعنى أن الجائحة تحتاج إلى يعني طب وقائي أو معاملة وقائية في الصحة أكثر من تعاملها بالدواء. نحن نتحدث عن جائحة بدون دواء حتى الآن، ولم تنجح تجارب عالمية حتى الآن بالمطلق لعلاج جائحة كورونا. الفجوة تظهر من خلال تعامل الناس اليومي ومن خلال تزويد فكرة التباعد الجسماني، الحفاظ على النظافة الشخصية، وضع الكمامة. عملياً تزويد قيم التنور الصحي والقيادة الصحية كان ضعيفاً، وبالتالي هذا يبرر ارتفاع أعداد المصابين بالمجتمع العربي بالفترة الثانية. ولماذا؟ إذا سألنا لماذا؟ لأن المجتمع العربي هو مجتمع جماعي، مجتمع شبكي، networking society، كلياتنا مترابطين ببعض، حتى عملية الدينامية داخل المجتمع هي أكبر، والأشغال والمهن التي يمتهنها الناس في المجتمع العربي تحتاج إلى تواجد جسماني في المحلات. يعني الأغلب لا يعملون بشركات في الهاي تيك أو في مكاتب اللي يمكن أن يستبدلوا العمل عن بعد فيها، ولذلك تطلب من الناس في المجتمع العربي الوصول إلى أماكن عملهم، وهذا أدى أيضا إلى
السرعة في نقل أو في استقبال فيروس كورونا. سيدة عناق، أين مسؤولية السلطات الرسمية الحكومية؟ أم أن المسؤولية فقط على عاتق المواطنين الفلسطينيين أو المواطنين بشكل عام؟ ثم يعني ما هي أهم التحديات التي تواجهكم الآن في المناطق الخط الأخضر؟ دعنا نقول أن المسؤولية تبدأ من رأس الهرم، من الحكومة، وتتدرج إلى السلطات المحلية وإلى المجتمع العربي كأفراد. هنالك عمليات كثيرة التي استطاعت أن تنهض بالوعي من أجل الحد وردع وصدع جائحة كورونا، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على الأفراد، بمعنى أنه الإنسان يجب أن يكون صاحب مسؤولية ذاتية لمنع تفشي ظاهرة كورونا. ولكن كلنا نعلم أن الحكومة لعبت دوراً أساسياً، وأيضاً رؤساء السلطات المحلية في الحد من الانتشار. على سبيل المثال، هنالك رؤساء سلطات محلية بادروا مع جمعية تطوير صحة المجتمع العربي أن ينزلوا إلى الشوارع، أن يكونوا بمواجهة مع الأشخاص لتوزيع النشرات وتوزيع الكمامات ودعمهم النفسي والمعنوي لصد جائحة الكورونا. في البداية كانت جائحة الكورونا حالة مرضية، وهذا ما فسر أننا التزمنا أكثر عندما كان هناك حجر صحي، ولكن في الفترة الثانية أصبح البعد لجائحة الكورونا هو بعد مجتمعي، بدليل أنه كان في هناك استخفاف، بما أنه نتحدث عن فيروس غير مرئي، والمجتمع العربي اللي عنده نزعة أيضا دينية وعاطفية، هنالك الكثير من يؤولون ويقولون الله بستر. طيب، الله بستر دائما، ولكن سيدة عناق، ربنا يستر، ربنا يستر. تثبت كل مرة من جديد أنها تتغير، وأسلوب انتشارها أيضا يتغير، ومنظمة الصحة العالمية أيضا تفاجئنا كل مرة بأبحاث جديدة وتبين لنا أن جائحة كورونا من الصعب السيطرة عليها بطريقة معينة. طيب سيدة عناق، إذا كنت ما زلت تسمعينني، أريد السؤال في ختام الفقرة عن خططكم البديلة أنتم كمواطنين فلسطينيين في دولة إسرائيل. ثم السؤال الآخر الذي يطرحه كثير من السياسيين والمهنيين في الخط الأخضر هو: إلى أي حد تؤثر العقلية العنصرية أو التمييزية التي تمارسها الدولة على كفاءة السلطات المحلية وكفاءة كل الإجراءات للحيلولة دون انتشار الوباء؟ باختصار لو تكرمتي. نعم، أعتقد أن اللاعب الأكبر في هذه الجائحة هو العامل الاقتصادي. يعني إذا نظرنا إلى هذا الملعب الكبير، الكرة هي الدافع الاقتصادي الذي يتراشقه الناس بأرجلهم. المجتمع العربي كما ذكرت سابقا يعاني من تمييز، سواء بضخ الميزانيات. أزمة كورونا عمقت هذه الفجوة وزادت من التمييز. لردع الصدع الذي حدث في جائحة كورونا، أعتقد أنه يقع على مسؤولية الحكومة والسلطات المحلية. لماذا؟ لأن الناس في خطر، والناس تريد أن تؤمن مصادر رزق لعائلتها، وإذا لم تؤمن مصادر الرزق أو الدعم المادي الاقتصادي لداخل السلطات المحلية العربية وبداخل البلدات العربية، سيكون الدافع الأساسي للحياة هو خروج الإنسان إلى العمل. وأحيانا يتناسى الناس مشروع الكمامة أو التباعد الجسماني، أو حتى من الممكن أن ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء. وأنا أختم إنه الوقاية اليوم تأخذ مكاناً أوسع في العالم، يعني الطب الوقائي يتفوق على الطب الدوائي. لا نملك سوى أن نحاول أن نذوق قيمة أن العالم يتغير، أن أسلوب الحياة يتغير. ليس سهلاً على المجتمعات الإنسانية كافة أن تتغير من النقيض إلى النقيض، ولكن نحن موجودين في حالة طوارئ. شكراً لك سيدة عناق مواسي، عافاكم الله وكان الله في عونكم. كانت معنا عناق مواسي، أخصائية أو مستشارة تطوير الصحة في مناطق الخط الأخضر من باقة الغربية. الآن مشاهدي الكرام، نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنناقش قضية الأسبوع ونتناول فيها خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية وتطورات المواقف وردود الأفعال حولها، ونبحث في خيارات الفلسطينيين في ضوء مؤشرات
لتراجع يبدو تكتيكياً لدولة الاحتلال عن تنفيذ الخطة، وفي ظل أيضاً بشائر وحدة وطنية في مواجهة مشروع الضم عكستها مؤخراً اللقاءات التي جرت بين قيادات من حركتي فتح وحماس، رغم استقبال الفلسطينيين لهذه اللقاءات بقليل من التفاؤل. أرجو التفضل بالبقاء معنا.